الجلوس على الأرصفة والاعتصام أمام بوابات الدوائر الحكومية هي وظائف الكفاءات العلمية في عام 2020. يطلبون تقديم خبراتهم وكفاءاتهم بدل أن تطلب منهم. الأمر المتعارف عليه في جميع بلدان العالم المتطورة أن الكفاءات العلمية توضع في زاوية الاهتمام لا الإهمال. توفر لهم ظروف ملائمة لتطوير قدراتهم، لكن الواقع في العراق يعكس مستواه العلمي المتأخر بسبب سياسات ساسة لم يجيدوا إدارة البلاد في الفترة المنصرمة من الزمان. احنا صارنا 90 يوم، حملتنا بدأت بال 2015، كان موعدنا قانون، ناشدنا وزارة الصحة وقابلنا وزارة الصحة قالت لنا قانون، سوينا قانون بسنة 2020 عدى الناصر، عدنا قانون مركز ضمن التدرج الطبي. اليوم وزارة الصحة تشوف المواطنة صار لها من شهر الواحد هذا اليوم. تنفيذ اكو جت تشات حجات مدرجات وظيفية، ماكو جت مدرجات وظيفية من وزارة المالية. بعدين قالوا مجلس الوزراء ما يوافق، مجلس الوزراء وافق وتنزيل كتاب موافقات، كل شيء سرادو قانون درجات وظيفية موافقة مجلس الوزراء كلها وافقت لهم، كل شيء طوهم، بعدهم ما مطينا حتى استمارة، ما معترفين بوجودنا. على الرغم من إقرار قانون يضمن للخريجين من الاختصاصات الصحية من كليات العلوم الدخول ضمن التدرج الطبي، إلا أنه كغيره من القوانين التي أمست حبرنا على ورق. تخيل انه وصلنا لمرحله المواطن يطلب من الدوله ومؤسساتها يطبقون القانون. تخيل اليوم مرحله وصلنا 25% حذف استحضار، 10% من المركز قبل يومين، ادري ايش تنتظرون. وزير الصحه يقول لك روح للماليه، الماليه تذبك على التخطيط، واحنا هنا يعني احنا ما نعرف هذا القانون، هم من يومهم اكو ما طلعوا تسويف. لو استثمرت الكفاءات العلميه على افضل وجه منذ عام 2003 لما كان العراقي يعاني في عام 2020. الارتقاء إلى مصافي الدول المتقدمة لا ينجح ما لم تستثمر كفاءاته المحلية بشكل جيد. 90 يوما على اعتصامهم أمام بوابات وزارة الصحة مطالبين بتنفيذ قانون أقر ولم يطبق على أرض الواقع. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.